مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم برنامج شباب اليوم. دائما معودناكم في برنامج شباب اليوم بان نسلط الاضواء على كل انجازات الشباب ومشاريعهم ومواضيعهم. مساء الخير ليالي. مساء الخير علي ومساء عليكم مشاهدينا الكرام. طبعا اليوم مساءنا غير مساءنا، مساء الابتسامه، مساء الفكاهه، ومساء ايضا الضحك، ومساء الرسائل. طبعا علي يمكن لاحظنا بالفتره الاخيره وايد صار في ستاند اب كوميدي، وايد لاحظنا الكثير من الناس قاموا يتجهون للكوميديا. صحيح. لتوصيل الرسائل او توصيل فكره معينه. صحيح. ليش؟ يمكن انا اشوف ان لو بنرجع حق التاريخ لورا، لو بنبدا يعني من بدايه الفنون، كان بدات في فن ساخر لكن يناقش قضايا مهمه. يعني لو بنذكر كان يعني المسلسلات القديمه من بدايه من درب الزلق، من قبل درب الزلق، مسلسلات ما بعد درب الزلق. يعني دائما احنا نقول درب الزلق لانها صارت ماركه كويتيه مسجله، هذا الاسم الجميل اللي هذا المسلسل اللي احتوى داخله مجموعه كبيره من الفنانين اللي في البعض نقول الله يرحمهم وفي البعض نقول عسى الله يطول باعمارهم. الامانه كان بدايه جميله لفن يعني يحتوي داخله في مزيج من الضحك، ولكن يحتوي داخله كثير من الرسائل اللي يوصلها الفن حق المجتمع. الفن اتوقع يعني على عاتقه مثل الاعلام، مثل اي مجال من المجالات الثانيه من المجالات الحياتيه، يحمل بداخله رسائل لازم يوصلها حق الناس. يعني من خلال الضحكه لابد ان نوصل حق المشاهد او اللي قاعد يطالع هذه المسلسل او المسرحيه انه يفهم انه في رساله من وراء هذه، من وراء ضحكه هذا. الجميل جدا ان قاعدين نشوف كثير من الشباب الحين بداوا يتجهون الى هذا النوع من الفن، لكن باسلوب اخر، سواء كان انه يوقف قدام جمهور كستاند اب كوميدي ويتكلم عن بعض المواضيع ويطرحها بطريقه بحيث انه يضحك اللي قدامه، وبنفس الوقت يوصل له رساله بان هذا المفهوم هو مفهوم خاطئ او هذا المفهوم هو مفهوم صحيح. فهذا فن جميل للامانه، بحيث انه يوصل الابتسامه داخل هذه الابتسامه رساله. اكيد. طبعا الفن الساخر يعتبر من اصعب ومن اجمل انواع الفنون اللي يمكن احنا نقدر نسميها الكاريكاتير على ارض الواقع، مو اي احد يجيدها. لكن المشكله علي ان احنا نشوف الكثير من الناس عندهم يمكن حزازيه من موضوع الفن الساخر، يعتبرون انه هو استهزاء او سخريه باشخاص او شريحه او هدف معين. لكن الحلو ان الناس اللي يوقفون ويمثلون هذا الفن او قاعدين يوصلون من خلاله يعني رساله، سواء كان كاريكاتير على الورق او تطبيق من خلال التمثيل او المسرح، حاولوا ان انتم لما توجهون الرساله يكون في سخرية نوعا ما أو استهزاء نوعا ما، لكن أنت علشان توصل رسالة، مو علشان أنت تبي فعلا تسخر من هذا الشيء أو هذا الشخص أو تستهزئ فيه. هو كوميديا في توصيل رسالة، فبعيد كل البعد عن السخرية والاستهزاء بالأشخاص. يمكن نلاحظ علي في وايد ناس تنتقد هذا النوع من الفن. صحيح. لأن تحس أنه هو يؤذي أو يجرح أشخاص معينين. صحيح. لكن بالعكس هذا النوع يمكن هو الأقرب إلى القلب والأقرب أيضا إلى العقل. يمكن اليهال يستوعبونه أسرع من الكبار، يمكن الكبار شوي تعودوا على الرسائل تيهم بصورة مباشرة، لكن اليهال لما تبون توصل لهم رسالة أو تعلمونهم على شيء معين دائما ندخل فيه القصص والتمثيل والمضحك والكوميديا علشان توصل لهم الرسالة بطريقة أوضح وأسهل. صحيح. ليال، يمكن تغليف الرسالة أو أي شيء تطلبينه من الشخص اللي قدامك، ممكن تعديل سلوك معين، ممكن تبينين أن فعلتك فعلة خاطئة، سلوكك سلوك خاطئ، لكن لما نتينا بطريقة اللي هي نقول احنا غلجة مرة واحدة، ترى أنت خطأ بالشكل هذا، ممكن ما يتقبلها. مثل لما تحطينا بطابع أو تحطينا تغلفينها بغلاف انه يوصلها بشكل افضل ويتقبلها، احسن من لا تكلمينه بتصادم او تكلمينه وتخلينه هو بعد يتمسك برايه من الجانب الاخر. فجميل جدا هذه الرسالات اللي قاعد نشوفها من خلال الستاند اب كوميدي او القنوات اللي قاعد نشوفها، سواء كان في انستغرام او في اليوتيوب، القنوات اللي هي تحمل الفكاهه بنفس الوقت تناقش قضايا مهمه. نجوم اليوم ضيوفنا، نجوم ابرزوا اثبتوا وجودهم مع انهم هم شباب يعني في مقتبل العمر، لكن ابرزوا وجودهم ما بين كثير من القنوات، بدعم فردي، بدعم شبابي ما بينهم وبين بعض. ما نبي نطول اكثر على ضيوفنا لهذه الحلقه، نبي ناخذ معاكم هذا الفاصل القصير ومستمرين في حلقتنا الحاليه.
تحت وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان وعدل وحكمة وطيب وتواضع فاق تقديري. أحس إنك أخو ودعت شعبك كلهم أخوان، وأحس إنك أبوهم يا سمو الطيب يا أمير. سماحت وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، عدل وحكمة وطيب تواضع فاق تقديري. أحس إنك أخو ودعت شعبك كلهم أخوان، وأحس إنك أبوهم يا سمو الطيب يا أمير. سماحت وجهك مراية لقلب الحلم والإيمان، عدل وحكمة وطيب تواضع فاق تقديري. أحس إنك أخو ودعت شعبك كلهم أخوان، وأحس إنك أبوهم يا سمو الطيب يا أمير. صباح الخير أبو ناصر على شعبك ولو غير. نعم أنت الوحيد اللي وسع قلبه أمم وطان، وحبك للكويت وأهلها أكد لي تفسيري. تحب الكويت وتحب الكويت المجد والعرفان، تحب الشعب ويحبك شعبها فوق تصوير. نعم أنت الوحيد اللي وسع قلبه صارت بلادك أسعد البلدان، وهلها تعجز توفي معانيهم تعابيري. يا كيف أبدأ وكيف أنهي قصيدي في حضور إنسان تملكني بغلاه وساكن بقلبي وتفكيري. صباح الطيب صارت بلادك أسعد البلدان، وهلها تعجز توفي معانيهم تعابيري. يا كيف أبدأ وكيف أعزائي المشاهدين، احنا مبلشين حلقتنا بابتسامة، فلا بد انتم بعد تبتسمون، لان الأمانة ان شاء الله انها تستمر هذه الابتسامة الى نهاية الحلقة. وشعار يمكن هذه القناة اليوتيوبية قناة سمردحة الابتسامة. خلوني ارحب بالبداية باخوي يوسف محمد. يوسف حياك الله. يا هلا والله حبيبي. يوسف ممثل في فريق او في صحيح قناة سمردحة، حياك الله. وكذلك اخونا عبد الرحمن عبد الله رئيس فريق سمردحة، حياك الله. لا صوتك لما اسمع صوتك حييك يا هلا. بس باليوتيوب بس نسمع. حييك يا هلا. واخونا عباس المسوي، حياك الله عباس. عباس مصور ومخرج في فريق مصور ومخرج. اي ما شاء الله، انت الليدر هنا. لا مو انا، لا كلنا. لا انت اللي تدير الطبخ. لا وين طيب كلنا طباخين. طيب الشباب، فيديو تعريفي عن قناه سمردحة 15 ثانيه نزل في انستغرام الخاص، خاصة انهم قناة استغرامية. خلينا نشوف هذا التقرير وردي لكم.
حياكم الله كلكم. احنا شباب مثلكم واقع صاير بالديره، طابع كوميدي ولا نميل الى العنصريه باي شكل من اشكالها. سمردهاي تسوي شغلات تزهق انت وياها. حياكم الله، معكم سمردح. سمردح سمردح سمردح. ببلش معاك عبد الرحمن. عبد الرحمن كلمني، متى انطلقتوا في سمردح؟ انطلقنا بشهر تقريبا شهر 2 بلشنا بمسافة سمردح. لا كذي احنا ما راح نسمع صوتك، نبي نسمع صوتك. تبون قال لي يلا زين. بلشنا بشهر 2 كانت البدايه التفكير اقصد، كنا بشهر اعتقد 9 اللي طاف. نعم. فكرنا انا والاخ ناصر هو المصور مال سمردح الرئيسي، عرفت؟ قعدنا بين الباب، كنا قاعد نطالع اعتقد فيديوهات في انستغرام، نطالع فيديوهات في اليوتيوب من حكي هذا، نطالع في ناس عندهم مثلا فولورز شيء فوق، عرفت شلون؟ والكومنتات وضحك وهذا، ونطالع الشغل يعني تقدر تقول سخيف، فهمت علي؟ فشفنا قعدنا نقول يعني شغل عادي نقدر نسوي احسن من الشيء هذا، فهمت علي؟ اي بس قاعد ليش ما نسوي فيديوهات هذه؟ عنده كاميرا واحنا عندنا الفكر، عندنا هذا، خلينا نبلش بس. وقعدنا اعتقد كذا شهر على ما تعلمنا على السوالف هذه وبلشنا شهر 2. جميل. طيب يعني ليش اخترتوا اسم سمردحه بالذات؟ والله اسم طلع عشوائي، ما كنتوا مخططين له يعني؟ لا مخططين له ولا شيء. كنا قاعدين ديوانيه كل واحد يقول ربع في شنو نطلع اسم زين حق الجروب، فكل واحد قال شيء، كل واحد قال شيء. كان انا صح؟ لا فواز. انا فواز. فواز انا فواز. لا تختلفون، خلاص فواز. فواز طلع اسم سمردحه زين، فقال اي فقال خلينا نسويها وهذا وجبتنا. طيب يعني انتم ترمزون الى شيء من خلال سمردحه ولا انه مجرد اسم لكم؟ لا هو كان يعني سمردحه كانت بشغل شيء عشوائي، شيء ملخبط، شيء عرفت شلون؟ انه ما راح نقدم احنا مثلا كوميديا مثلا على بس واقع، لا يعني راح نقدم على مثلا تقليد كوميديا، يعني شيء منوع، عرفت؟ وهذا شو اسمه بالاخير كلمه كويتيه هي سمردحه. انا كلمه كويتيه في طلعت. جميل. حلو. عباس ودي اسمع منك شنو الهدف اللي حابين انكم توصلوا له من خلال هذه القناه؟ اول هدف اكيد يعني اكيد مو بس هدفي انا، يعني هدف الشباب كلنا ابتسامه المشاهد. ويعني نبي الناس لما تشوف الفيديو طالع اوه شيك شفت سمردحه شوف سوى وشوف ايش نزلوا، ويعني احنا اكثر شغله بعد اللي قاعد نستانس منها المنشنات اللي قاعد تصير بالكومنتات بشكل مو طبيعي. هذا شيء يعني احنا وايد وايد استانسنا منه والحمد لله. حلو. عبد الرحمن الهدف اللي حابين توصلونه؟ والله مثل ما قاعد نرسم الابتسامه وحابين مثلا يعني يكبر شغلنا اكثر من اللي قاعد نسويه الحين. حلو ان شاء الله. ليش حلو الابتسامه والوصول ويوسف؟ انا احب امثل من زمان يعني، بس انه ما يعني بيني وبين ربعي اقلد شيء كذي. في يوم كلمني حميد كان يقول لي عبد الرحمن كلمني كان يقول لي ايش رايك تدش ويانا، ايش رايك تكلمنا، ايش رايك تشتغل ويانا وكذي. فقلت له يلا. فان شاء الله يعني اذا في اعمال قادمه زين يعني لا مو بالضبط على القادمه، بس انه حلو انه اوصل يعني الناس تعرف هذا فلان، عرفت؟ ضحكني ونسني شيء حلو وايد حلو يعني. زين انت قلت انك تقلد. بلى. زين قلد لنا شخص مثلا دائما تقلد حق ربعك. واحد انا ما راح اذكر الجنسيه بس المدرس الوافد. اي طيب يلا قلد لنا يعني لما مثلا يدش المدرس وواحد قاعد يستظرف فيدش منفس فما حتى ما يسلم فيدش عليه تعمل ايه؟ ترزع عياله ترزع عاد. فبالضبط لما واحد يرد عليه يقول استاذ شو كم معصب؟ يقول انا معصب. فيرد مره ثانيه يعصب عليه زياده فتصير عاد سوالف في المدرسه هذه. فظلت ببالي يعني وايد يعني حتى يمكن ما طلعتها بسمردحه بس بيني وبين ربعي وايد اسويها يعني. جميل. طيب انا ودي ارجع لك عباس. عباس من عرف من اللي يقوم بالمونتاج هذا والتصوير والاخراج بعد بنفس الوقت؟ الاخراج يكون بيننا احنا كلنا الجروب. المونتاج عبد الرحمن يعطيه العافيه يعني الهارد ورك الشغل الحلو الطيب. والتصوير بيني انا وناصر، بس دائما ناصر هو المين كاميرا جاي. فانا اصير باك اب حقه اذا هو مو موجود. طيب عندكم خبره كافيه ولا انتم قاعد تتعلمون بعد بنفس الوقت؟ احنا والله
يعني مهما تكون خبرتك لازم الواحد يتعلم عشان يصير احسن واحسن. وانا اقول احنا للحين قاعد نتعلم وبنوصل للاحسن. طيب تبون تتعلمون يعني ولا ان يعني هل هي كاميراتكم بس بروحكم؟ يعني بالنسبه لك انت عبد الرحمن، عبد الرحمن عمليه المونتاج هل انت اخذتها جانب دراسه ولا بعيد عن دراسه؟ بعيد عن دراسه، كله بيني وبين نفسي تعلمت. اي رحت شريت يعني دشيت على اليوتيوب وتعلمت وشفت شنو احسن جهاز، شنو احسن برنامج، شنو السوالف هذه، بس تعلمت بروحي بيني وبين نفسي. جميل. عبد الرحمن شلون تختارون الموضوع اللي تبون تمثلونه او تقلدونه او مردحونه؟ والله شوفي احنا ربع من سنين، من زمان ويا بعض، فطلعاتنا نطلع عادي، طلعاتنا واحد يقطع فكره نسجلها، واحد يقطع فكره ثانيه نسجلها، لما مثلا نحدد لنا يوم نقعد فيه نناقش الافكار اللي سجلناها ومن هالشيء هذا، عادي هنا نقدر نبدا بالاخراج شلون طريقه التصوير يعني من واقع الحياه اللي يصير يعني المواقف اللي تصير. يعني اغلب اللي سويناه احنا المواقف اللي تصير ويانا سويها بس إنه طريقة كوميدية، أو حتى يعني عرينا شوية على قولتهم كان دش شوية سياسة بعد. عرفته فكل شيء يعني كل موضوعات إيه مواضيع وايد يعني حلو. يوسف أنا برجع لك حلو يعني موضوع يعجبكم تطبقونه. أوكي أنا برجع لك بعد شوي علشان بسمع منك عن تطبيق الأفكار شلون تمثلونها، بس بنشوف هذا التقرير. مشاهدينا خلينا نشوف هذا التقرير، راجع لكم مرة ثانية. أمري خوش عندك، بس بغيت أحدث بياناتك. عطني بطاقة. ما تبي غير؟ ها؟ فلوس. آه. مبروك نزل قرضك. قم بالضرة. كيكم. سلام جونم، أنا رايح البر ويا صديقاتي. يبا يومين عطب عشالي. يوسف يمكن شفنا هذا التقرير الخاص بلقطات من الكثير من المقاطع اللي كنتم منزلينها بالانستغرام، يمكن سمعنا قبل شوي من عبد الرحمن ان الافكار تيكم كذي من ارض الواقع، ماكو مجال معين. في فكرة مرت عليك صعب انك تطبقها وصعب انك تمثلها؟ والله هي في فكرة بس كبيرة حاليا يعني اكبر منها اللي هو الاعلام الجائر. ان شلون الاعلام يسلط على اللي هو يبي او فوق ناس زين، ويسلطون عليهم الشغلات اللي تبيها وما ما 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 وتخلي شغلات ثانية زين. فالمشاهد كمشاهد بسيط في المجتمعات بالعالم كله ما يطالع يشوف اوكي هذا جاي في شغلات اهم يغض النظر عنها. فهذا انا ودي اتكلم عنها، بس انه يبي له مجال كبير غير عن اللي احنا تعودنا عليه، عن كوميديا وعن مثلا كتمثيل كتقليد، فغير. فهذا شيء انا ودي اسويه بالمستقبل يعني ان شاء الله. طيب عبد الرحمن، في ناس تعرض عليكم قضايا معينه عشان تناقشونها؟ ما فهمت شلون يعني قضيه يقول لك مثلا عبد الرحمن تكلموا عن مثلا اي ظاهره سلبيه تشوفونها؟ اي يا 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 تتفاعلون مع هذا الامر يعني؟ اي اكيد نتفاعل، ايش لا. فهل في من الفيديوهات اللي نزلتوها في من الاهل اعطونا كذا فكره، وفي في موجودين من الفيديوهات مسويينها هم يعني منو من الافكار من منو افكار الفيديوهات اللي كانت يعني مو لكم مو لنا اللي من برا اللي من برا يعني اللي هو شو اسمه كلمني الثانيه مات البيت اي هذه كانت فكره واحد من الاهل يعني. اي يعني تستقبلون اي فكره من برا حق اي فيديو؟ ماكم اذا الفكره نقدر نطبقها ونقدر يعني نصيغها بشكل زين ب 15 ثانيه نسويها ليش. طيب عباس ايش كثر ياخذ منكم وقت التصوير كله؟ يمكن الكل راح ينصدم، لان احنا قاعد نسوي الفيديوهات هذه كلها ترى بنفس الوقت منتج نصور ونخلص نفس الوقت. كم تاخذ منكم العمليه كلها هذه؟ ساعتين؟ ساعتين ثلاث ساعات على حسب الفكره. ساعتين الى ثلاث ساعات. طيب زين انا بروح لك يوسف، يوسف كلمني روح لي ها؟ روح لي
زين بقوة راح يجيك على الحين. توكل. 15 ثانية تختصرون موضوع ممكن إن يعني ساعات نشوف في أفلام ولا مسلسلات كاملة بس عشان تقول نقطة معينة أو ممتاز. تقول توصل حق هدف معين. ما تشوف إن 15 ثانية عملية صعبة بأنك توصل فيها صعوبة وتعب إنك توصل المعلومة بأسرع وقت؟ هذه مشكلة، مشكلة يعاني منها إن 15 ثانية هذه قاعد تحدك بشغلات وايد. يعني إحنا قاعد نسوي فلما نيجي المونتاج عبد الرحمن، فلما نيجي المونتاج يمنتج يضغط يضغط يضغط، يعني إحنا كثر ما نقدر حتى بالتصوير نفسه يذكرونا شباب ترى 15 ثانية عرفت، لا تزيد لا تطول، شوي أسرع شوي أقل، فإحنا كثر ما نقدر قاعد نحاول نوصل الفكرة هذه. لأن إذا ما وصلناها باكر إحنا موصلينها وهم مو يعني في ناس هم قاعد تفهمها بطريقة ثانية عرفت شلون؟ فعلى كل واحد ونظريته ونظرته حق الموضوع ويفهمه إن شاء الله، وإحنا قاعد نسوي اللي علينا. جميل. طيب عبد الرحمن 15 ثانية عمل متعب جدا، إن مثل ما قلت حق يوسف إنك توصل الفكرة خلال 15 ثانية يعني شيء مو سهل. بالضبط. شلون أنت كمونتاج يعني تقدر إنك تسيطر على الفكرة كلها إنها ما تروح منك خلال 15 ثانية وتوصل الهدف؟ والله شوف أنا صراحة يعني لما يجي الفيديو عشان يعني يطلع بشكل مفهوم يوصلني، يعني الفيديو أحاول أمنتجه كله قصص أركب أحط فكتات وهذا يخلص الفيديو مدته يمكن دقيقة وشيء، هذا خلاص الفيديو الحين مفهوم مدته دقيقة وشيء، شلون بخليها 15 ثانية؟ فهني تبدأ تشيل مشاهد، قط مشهد هذا ما داعي، هني يبدأ الإبداع ترى، هني قط مشهد صدق والله يقط المشهد هذا قص ما له داعي، شيل الحركة هذه ما لها داعي، أحاول أضغط كثر ما أقدر الفيديو بحيث إني أوصله بشكل شهادته فيك متروح يقول إبداع. أيوه لا والله جد، لأنه صدق نفس ما قال في شغلات ثلاث دقائق دقيقتين هاي شلون تحطها 15 ثانية؟ إحنا خالصين ما تقدر تزيد ولا تنقص شيء. فإيه لك هو يلبس سماعته ويحط لابتوبك والله بالدوانية إحنا قاعد ناكل وهو باخذ له زاوية قاعد يمشي. لا واضح إنكم قاعد تاكلون يعني. بعد لازم عشان. أحرجت ليش؟ لا عادي عادي ترى. لا هو قال، هو قال أنا ما راح، هو قال لي قبل الهواء قال لي أنا ما راح نحرج. اسأل اللي تبي. طيب. هلا. عباس يمكن أنت مختص في مجال التصوير والإخراج، ليش اخترتوا إنستغرام بالذات خاصة يعني يمكن هذا يعني 15 ثانية ما راح تعطيك الفرصة أنك تتميز في إخراجك أو أنك تبدع في عدستك؟ طبعا لازم البني آدم أي شيء بيبدأ فيه بلش من الصفر، وإحنا لقينا الصفر مالنا لقيناه وين؟ بالإنستغرام، لأن بالإنستغرام تقريبا أكثر مكان لوكال لوكال محلي بالكويت أن الجمهور موجود فيه، مهما يصير يعني الناس راح تشوف الفيديو راح تشوف الفيديو بالهذا، ياخذ يسوي كوبي ينزل على البروفايل ماله وهذا ياخذ كيت 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 اخر شيء راح ينتشر الفيديو، والحمد لله يعني طلعت ويانا صح بالانستغرام، ولا شباب يعني مثل ما كانوا مفكرين انه كانوا مفكرين بدايه يوتيوب بس شفنا انه يعني الـ 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 الجمهور متواجد اكثر بالانستغرام، يعني ابي واحد ابي كويتي اليوم يقوم من النوم او اي يوم يقوم من النوم ما يشوف الانستغرام، مستحيل صحيح. ادمان صار صح ولا لا؟ اي ف قلنا يلا انستغرام انستغرام. ومستقبلا تفكرون ان تدشون يوتيوب؟ مستقبلا نفكر اصلا برا اليوتيوب بعد، مو بس اليوتيوب. حلو. عبد الرحمن ليش اخترتوا انستغرام بالذات، ما فكرتوا تلفزيون او يوتيوب او انكم تسوون شيء خاص فيكم؟ والله تلفزيون يعني شنو المؤهلات اللي عندنا عشان نطلع تلفزيون عرفتي؟ قلت لك هو شغل كان عشوائي، فكره طلعت وعندنا كاميرا بس وشرينا الاغراض ويلا بس سوي اي شيء مثل ما قال سمعتها اي كلام سوي بس وضبط الشغل، بعدين شوي شوي تعودنا على الشغل، شوي شوي عرفنا شنو لازم نسوي شنو ما شنو لازم نسوي شنو نقدر نوصل له بعدين ومن الكلام هذا، ويعني الانستغرام مثل ما تقولين كان تدريب حقنا حق مستقبل. يعني قلنا شيء بسيط 15 ثانية سريع نتعلم منه وندش إن شاء الله بالأقوى منه إن شاء الله. حلو. ويوسف ليش اخترت الإنستغرام خاصة أن أنت تحب التمثيل، هل تحس أن هال 15 ثانية قاعد تعطيك الفرصة أنك أنت تمثل؟ والله قاعد تعطيني الفرصة أن أطلع اللي عندي، بس حتى لو 15 ثانية بس يعني قاعد أطلع كل اللي عندي مثل ما يقولون، قاعد أحاول أسوي قاعد. والانستغرام يعني صار كبرنامج يعني شعبي وايد وايد ناس منتشر بطريقه يعني جنونيه صحيح. فاي احد يروح يطالع هذا راح يوصل فهذه يعني اداه استخدمناها من صالحنا
صدنا 15 ثانية بس كتطور كانتشار أكثر. حلو. طيب احنا اللي بنقول عن مسألة ان اليوتيوب القادم ان شاء الله، خاصة ان يوسف قال ان ساعات 15 ثانية ما توصل الفكرة، فيه افكار تحتاج اكبر، فتحتاج انكم تنتقلون يمكن حق اليوتيوب او اي برنامج ثاني يكون فيه مدة، ممكن حتى لو البرنامج الكيك يعني فيه 36 ثانية فيعطيك اتاحة انك توصل الفكرة ممكن. مسألة انكم تنتقلون حق اليوتيوب يعني هل هي واردة ولا لا؟ أباخذ منكم الإجابة لكن عقب ما نشوف هذا التقرير. أعزائي المشاهدين نشوف معكم هذا التقرير وردي. بس أنا سويها منه؟ إيش رأيك سويها بأخوي؟ سنطاف تسواها فيني. يلا. ألو شفيك؟ لا ليش قاعد تمشي شفيك؟ يلا يا باي باي. اليوم كذا ربعهم ما يحوشون الكرة حتى بس ما في حتى ما فيك ولا ايه؟ انا ايش بطلت على نفسي بابا؟ لو ساكت مو احسن لي؟ يلا محمد وين طلب؟ اليوم راح نتكلم عن موتر صنع على الدرفتات. الموتر هذا منفوخة البراطمي وصوته لا صقوة تنتري. أشكر شقيقي السمر دحاوي على الموتر الطيب هذا، وإن شاء الله انتظرونا بالحلقات الجاية وعندنا سيارة الوجه. الله لكن الكرة بالطول، تعود الكرة من جديد، الحكم يحتسب خطأ بشكل. بس بس يا حمار وقتل يا عمي زين والله ما كانت جلعت تحتك. ما شاء الله خوش افكار للامانه. لا بس انا شنو سالفه يعني هذا انا اللي يعقدني الامانه دائما، الشخص المثير اللي ينتقد اللاعبين وتلقى مثلا لاعب يعني ما شاء الله يعني قيمته بملايين يعني وينتقده واحد قاعد متين وياكل يمكن بطاط ولا شلون ردك على هالكلام؟ يعني عشان انا متين تسالني على ماشي ماشي. لا هو صح يعني هذا يعني اي مكان قهوه دوانيه قاعده حتى يبعت اهل تطالع مباراه تشوف اللي قاعد يتكلم تلتفت ولا لا يركض. لا يا ابا انا الحمد لله ابو بوصوف هالسوالف عشان اقدر اتكلم. زين فيتكلم اركض عدل ليش ما تشوت عدل؟ حبيبي انت مباراة نص دقيقة ما تقدر تلعب، فيعني انتقد بشيء على الاقل يعني معقول. فهذا اللي طيب يمكن عبد الرحمن باكر يمكن في كلاسيكو باكر حلو والكلاسيكو صدق الناس دائما قبل الكلاسيكو تلقاه تصاريح قبل المباراة وبعد الكلاسيكو تلقى الوضع غير يعني تلقى ناس تختفي ناس تنحاش ناس شلون تقدرون يعني مثل هالافكار هذه يعني يعني انتم تناقشوا تحاولون كثر ما تقدرون تناقشون الشارع اللي حواليكم البيئه مالتكم تناقشون مواضيعها من خلال طرحها. اي بالضبط يعني نشوف الواقع. احنا عندنا يعني شخصيات تابع كره مستحيل تقعد وياها بدوني عرفت، فمثلنا هالشيء هذا انه واقع وكل مكان يصير عرفت. وانا انا ما تابع كره خير شر ولا ادري عن الكره، وهذا اتوقع نفس الشيء بعد. وبس واضح انكم ما تدرون ما ادري عن الكره ما يعني بس حتى انا ما طايقهم حتى انت بعد ضعاف يفزعون حق بعض ضعاف يفزعون حق بعض. طيب عباس نرجع حق السؤال اللي قلناه قبل لا نطلع التقرير، مساله انكم تنتقلون حق اليوتيوب هل هي يعني طويله المدى ولا ان شاء الله قريبه يعني؟ والله ان شاء الله ان شاء الله تكون قريبه. احنا بس متفقين على اليوتيوب لما نكون محصلين كل المعدات اللي احنا نحتاجها، لاننا بندش باليوتيوب اذا دشينا بندش بشغل مور بروفيشنال عرفت شلون؟ وباليوتيوب قاعد نفكر نسوي افلام قصيره بعد فيعني ان شاء الله بس يكتمل شغلنا وعلى طول دشين ان شاء الله. حلو. يوسف يمكن الفن الساخر او التمثيل الساخر دائما تتوجه للكثير من الانتقادات، يمكن كنا قاعد نتكلم قبل شوي فيها انا وعلي انه وايد ناس تحس ان هي فيها تجريح واستهزاء اكثر من ان هي رساله تبي توصل. هل توجهت لكم انتقادات واذا اي شلون تعاملتوا وياها؟ وانتقادات لازم يعني في اكثر من فيديو سويناه انتقدونا على شيء احنا مو قاصدينه هذا واحد. الشيء الثاني لما انت تشوف الفيديو انزين طالع اللي المحتوى لا طالع هذا شنو لابس او هذا حط الاغنيه الفلانيه. يعني في سوينا الفيديو
عيد الوطن يوم سويناه في وايد ناس عبالنا ان قاعد نتكلم عن دوله خليجيه محدده. زين احنا باختصار اللي بنوصله يا جماعه لما انا اقول حق واحد مثلا تعال بيتي بس ابيك محترم فيها شيء؟ ما فيها شيء. زين فلما انا اقول حق اي واحد برا الديره نبيك باحترامك زين يا غريب كن اديب ما فيها شيء. بالعكس انت المفروض تستانس يعني لما انتي زين وتمثل ديرتك وتمثل مكانتك فهذا اللي احنا بنوصله وبالتالي كل واحد بنظرته. يعني انا ما راح اقدر اروح اوصل حق كل واحد واقول له ترى احنا نقصد كذي. احنا اللي قاعد نسويه نوضح لك اياه انت بنظرك انت اللي تقدر تحدد. اها حلو. عبد الرحمن شنو ردك على مثل هذه الانتقادات؟ والله الانتقادات انا عموما ما افكر فيها يعني ما انتقادات البناء انتقادات البناء هني ضد هني ممكن في مجال النقاش بس ان انتقاد خارج عن الفكره يعني واحد انا مسوي فيديو مثلا على كذبة تبريد ناس قاعد تتكلم عن شيء ثاني نهائيا ما له شغل بالفكره ما له شغل بالفيديو ما له شغل ولا شيء شرد عليها شو اقول عرفت حلو عرفت شلون فبس هذا الموضوع يعني ما له داعي انا ارد على شيء ما يستاهل نهائي بس مساله طبيعيه ان دام انت يعني طلعت قدام الناس وصرت يعني شخص يعني معروف نوعا ما بالمجتمع لابد انك يعني تتقبل هذه الانتقادات تتقبل مو مشكله هي يعني عادي قال لي الكلمه هذه بس يعني شيء ما له شغل باللي انا قاعد واحد شلون اقول لك انا قاعد اتكلم عن شغله ويتكلم عن شيء ثاني اسمعه واطنش يعني ارد عليه اناقشه على شنو فهمت علي اناقشه على شنو يعني شو اقول طيب نزلتوا فيلم او يعني موضوع او أي. فيديو عناد يعني كذي اي ان كذي عناد من نزل لا ما سويناه ما سويته ما تبي تروح ولا مفكرين لا حتى لو يعني واحد انتقدكم موضوع معين لكن نبي ننزل هذا الموضوع يمكن ننزله مو تجريح يعني هو قصد مو تجريح بطريقه كوميديه نضحك وياه نغشمر وياه اي بس انه نحرقه احنا حاقدين عليه لا بالتالي احنا بنستانس بعد ما نحط لوادم ولزم فيهم زين طيب انا ودي ارجع حق عباس تشوف انه وسائل التواصل الاجتماعي مجال لشهره الكثير الشباب شيء مو طبيعي صراحه يعني الحين السوشيال ميديا تقريبا اكثر مكان الواحد قاعد ينشهر فيه يعني نص اللي قاعد يشوفهم بالسوشيال ميديا ناس يعني ما تدري شنو كانت يعني لو مو السوشيال ميديا هذه كان ما حد يعرفها صح ولا لا صحيح فهذا خلينا نقول يعني باب راح يبطلك بيبان اكبر من شيء يعني خيال فاكيد طيب انا يعني نفس السؤال وسائل التواصل الاجتماعي عبد الرحمن رايك في هذا الامر هل تشوف انه قاعد يساعدكم على الشهره وان تنجمون يعني يوسف ما شاء الله نجم يعني يعني من وراء برنامج ام رازقي انا اشوف انه تشوف ان مجال النجوميه من خلال برامج التواصل الاجتماعي هو السوشيال ميديا هو اساس النجوميه ما في سوشيال ميديا ما في نجوميه شل عرفت شلون هذا بس اقصد غير مجال غير التلفزيون التلفزيون لا طرف ثاني السوشيال ميديا لا شيء ثاني فاذا احنا مجالنا على السوشيال ميديا ما في سوشيال ميديا ما كنا موجودين جميل وبالنسبه حق يوسف وشو عيد السؤال السوشيال ميديا يعني وسائل التواصل الاجتماعي مجال لشهرتك انت كشاب ان تنشهر من خلاله كشباب وايد يعني عندك انستغرام كيك تويتر هذه دارجه بكل مكان عرفت فانت لما تروح تحط محتواك تحط فكرتك بتوصلها حق الناس الباجي فبنفس الطريقه هذه انت قاعد توصل حق الشباب اللي بنفس عمرك اللي يفهمون نفس تفكيرك عرفت وهم تقدر ان تطلع ابداعك فهذه وسيله جدا جدا قويه يعني مثل ما قال عباس لو ما هي كان في ما في وايد ناس يعني طلعت جميل حلو عباس يمكن الكثير من الشباب برزوا من خلال الانستغرام ليه ما تحول هذا الشيء لمصدر دخل لهم هل فعلا هذا الشيء حاصل حاصل قاعد نشوفه كل يوم صدق اي يعني ما نحسدهم نقول الله يوفقهم ان شاء الله وبالعكس يعني شفنا وايد ناس السوشيال ميديا فتحت لها باب انها تطلع برا السوشيال ميديا يعني تصعد فوق اكثر وهذا شيء وايد حلو ويعني احنا اكيد نطمح له او اي شخص يعني مثل سمر دحى عنده نفس الهدف اكيد يطمح حق الشيء هذا حلو عبد الرحمن رايك في الموضوع فعلا هذا الشيء حاصل وتطمح ولا حاصل احنا اساسا بلشنا ما كنا حاطين بالنا انه بيكون مثلا مصدر رزق او
فهمتي يعني كان وناسه بيننا فهمتي. فاذا حصل هالشيء مو مشكله ليش لا الحمد لله كمل فيه اكيد راح نكمل سواء حصلنا ولا ما حصلنا احنا ان شاء الله مكملين. حلو بس انت في بالك ودكم ان انتم توصلون حق هذا الشيء انه فعلا يصير مصدر دخل لكم؟ والله ايه ليش لا اكيد يعني الواحد وده انه يوسع كل شيء ليش لا ان شاء الله. ويوسف احنا يمكن تونا بادين زين بس في شخصيه معروفه استقال من دوامه علشان الشهره وعشان فشو اللي شو الفكره اللي واحد يشتغل من دوامه عشان يبلش بشيء ثاني ك يعني يضحك الناس كيوصل افكار ك وايد مجال عرفت. فهذا اتوقع يعني شيء يعني ان شاء الله نطمح له ليش لا يشتغل من دوامه من الحين. طيب خلينا ننتقل حق نقطه جدا مهمه. دائما او وايد شفنا قنوات يوتيوبيه قنوات في انستغرام اشخاص في انستغرام في كيك اطلعوا فتره نجموا بعدين عقب يمكن خلال 6 شهور 7 شهور 8 شهور الى سنه ونص اختفوا. الحين يمكن حتى لو يمر في اي مكان ما حد يعرفه لكن في فتره من الفترات يمكن نجم وصل الى مرحله الناس تاشر تقول هذا فلان. يوسف ما تخافون من هالشيء هذا انكم توصلون له؟ والله هو كل ما على قولتهم كل في الذروه وبعدين يطير. انت هني الفكره شلون تبقى فوق شلون تبقى بالذروه شلون تخلي الناس اذا انت ظليت على نمط وايد زين نمط يعني واحد انزين ورديت مثلا نفس الشيء الناس راح تمل. اوكي تضحك اوكي توصلوا بعدين فلازم تطلع بشيء جديد ان الناس تظل تتابعك تظل ان هاقا يطلع بشيء جديد افكار جديده. فاحنا يعني في تقدم ومستمرين يعني. جميل. طيب احنا عندنا معلومه يمكن ان في واحد معكم بالجروب دائما يقول انتوا راح تنجمون انت نجم. لا شو وصلت لكم هذه؟ مو من الشخص هذا؟ موجود. عبد العزيز اسد. اي هو اللي شنو قصه السالفه؟ راعي الكره قاعد يحطها على الكره. زين شنو سالفته؟ ليش دائما يقول لكم كذي؟ هو يوم بلشنا زين يعني كنا كم 2000 فولورز 1000 ونص اقل بعد. اي فقاعد يقول راح نجم انت ما راح تنجم عني انا دوبه دوبي زين طلعوا بالجروب زين وانت راح تنجمون واحنا راح ننجم بعدين يرد مره ثانيه لا ما راح ننجم. فحتى قبل المقابله لليوم لا قبل ما ندش قاعد يقول ترى كلمه نجمتوا ترى مني انا قولوها انت ما شلون وصلت لك كنا اعدادنا قوي لا طيب عبد الرحمن مو خايفين من هذا الامر انكم فتره وتختفون؟ والله الخوف موجود بهالشيء هذا لازم يعني. انا صراحه ودي انا بلشنا الجروب ودي انه يوصل ما ودي انه يوقف كلش وهذا طموحي يعني ان شاء الله انه يوصل يروح ما ودي انه يوقف يعني. طيب. ان شاء الله يعني اهم شيء عشان شيء يستمر لازم يكون في تنسيق لازم يكون في يعني مواعيد ثابته شيء ثابت عشان يعني سيناريو نظام سيستم معين عشان ما نطلع من السيستم راح يخترب كل شيء. طيب راح تحافظون على جروبكم نفسه في مجال انكم تزيدون الجروب هذا ولا مثابتين عليكم؟ يعني هل ماخذين انتم مثلا اتفاق انه والله احنا وبس يعني ما راح ندخل ناس من برا؟ لا مو ماخذين اتفاق بان احنا بس احنا السبعه اللي ثابتين لا يعني اذا الشخص هذا احنا اللي نختاره طبعا اذا الشخص هذا يعني كفو ومثلا التزم مواعيده ونعرفه يعني حتى لو ما نعرفه بس اقصد انه يعني ريال كفو عنده خبره عنده هذا ممكن ندخل ليش لا. جميل يعني. راي عباس بنفس الموضوع احنا والله يعني تكلمنا عن الموضوع بيننا وبين بعض وقلنا مثل ما قال عبد الرحمن يعني راح نتشاور موضوع بيننا وبين نفسنا واذا شفنا يعني اللي يبي يدش ويانا واحد يعني طامح حق الشغله حاب الشغله انه مو يعني يلا عندهم جمهور يلا وياهم وكذا طمعان بالجروب من الاخر صح. فلازم يكون عنده تالنت لازم يكون عنده يعني الـ عنده قدره انه يضحك يعني. بالضبط اي يعني موهبه الشيء اذا أيوة. عنده موهبه عنده يعني عنده الروح مالتها يعني اكيد ما في اي مشكله. جميل. طيب احنا يمكن شفنا اعزائي المشاهدين تقارير شفنا المقاطع اللي يحطونها قناه سمردحه لكن ما شفنا
وراء الكواليس يصير. خلينا نشوف هذا التقرير في وراء الكواليس قاعد يضحكون قبل لا نطلع وردين لكم. لا لا يا ضحك والله ما ينفع. اكشن. السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضل ابوي. دام فضلك. حياك تفضل اخوي. دام فضلك. عمر ايش عندك؟ بحدث بياناتي. اعطني فضل. اكشن. السلام عليكم. السلام ورحمة. حياك اخوي تفضل. دام فضلك. عمر اخوي ايش عندك؟ بس بغيت احبده بشوهافة. اكشن. تبي غر؟ ما تتاخذ غرض؟ ها؟ فلوس أرض؟ لا 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 أرض؟ أوكي. أكشن. بغيت. يا أيوة غلط. يلا واحد اثنين ثلاثة. يا عمي شنو هذا؟ شنو هذا؟ شكل زي شكل إذا ما يصير صورة ستوب ولا. لازم ما نستسلم وراح نعدل الديرة وراح ارد احسن من قبل. شوف شوف هذا خش شوف. شايفه؟ لا مو شايفه. دقتني شوف. اكشن. شوف شوف هذا خش. Shut up your mouth Obama. Shut up your mouth Obama. CCS CCS ما عملتش الحركة دي again. CCS CCS مرسينو مرسينو CCS yes says s s موسي أوباما. CCS CCS مرسينو مرسينو CCS CCS مرسينو مرسينو CCS CCS مرسينو مرسينو. يو ام رازقين انزا خان. يو انا ام رازقين خيل خوبي اروح الجمعية مع صاحبتي كلهم نفس. اكشن. اليوم في بعض الناس راح المي. اوكي. يا واحد اثنين ثلاثة اكشن. اليوم كنا ربعهم ما يحوشون الكرة حتى باص ما في حتى ما في. ثلاثة اثنين ولا الحين ما في هذا بسكت. اثنين واحد اكشن. يا حبيبي يا حبيبي بكسر المايك. اثنين واحد عزيز عظيم. ليش قاعد يضحك يا حيوان؟ خلاص
شفنا التقرير الخاص في خلف الكواليس ومتنا من الضحك الصراحة، يمكن يضحك أكثر من الفيديو اللي إحنا قاعدين نشوفه. ودي أعرف يوسف، درست التمثيل أو دراستك متعلقة في مجالك ولا مجرد هواية؟ لا هي حاليا هواية يعني، بس لا أكثر ولا أقل يعني. ممكن إني أشوف كإذا بأضبط كاركتر معين أشوفه زين عشان أقدر أقلده، عشان أخذ منه مثلا أحطه بطابع الخاص، فبس. أما لا كدراسة ولا كلش. أنت اكتشفت نفسك ولا أحد اكتشفك؟ ما أقدر أقول أحد اكتشفني، لا ما حد يبلعني فيهم زين. مو أنت اكتشفني، مو غصب زين. لا يعني مع الشباب لقيت شيء حلو، لقيت يعني أم رازقي هذه كانت بدايتك تقريبا. لا لازم ما تنساها أم رازقي. لا هذه بالمخبر راح تشوفون وايد شغلات عليها. حلو. وعبد الرحمن، دراستك متعلقة في شغلك ولا بعيدة؟ ما في هواية. هواية ما في هواية. دراسة ما في ولا شيء، بس مجرد كل تعلمته كله من اليوتيوب. حلو. شيء يوتيوب طقطقت طلع كل شيء. حلو. وعباس، درست الإخراج ولا؟ لا نفس الشيء. أنا طبعًا من أنا صغير والله بيني وبين أهلي كنا نصور أفلام قصيرة مدة 10 دقائق ربع ساعة كذي. يعني شيء حبيته وقعنا مية وياي مع الوقت. حلو. طيب راح تتجهون مستقبلًا حق التلفزيون أو القناة التلفزيونية ولا بس يعني مكتفين بالإنستغرام واليوتيوب مستقبلًا؟ عن نفسي ليش لا، اذا كان شيء يناسبنا شيء نقدر نسويه. انا اهم شيء عندنا حاليا ان نضبط ونتقن الشيء اللي احنا قاعد نسويه. احنا ماشيين على نمط معين، الناس يعني عاجبهم شغلنا على نفس النمط هذا، فاذا رحنا بعيد او قصرنا ما حد راح يعجبها الشيء، خاصه بالتلفزيون. ترى وايد ناس لما تطلع بالكيك او تطلع بالانستغرام تطلع بالتلفزيون ما قاعد يؤدي، عرفت؟ فالناس مثل تكش منه، فاحنا ما نبي نسوي كذي. اذا شيء يناسبنا ونقدر نبدع فيه ليش لا. طيب بالنسبه حق عبد الرحمن، النمط اللي قال عنه يوسف، قال النمط بتتخذه وهذا وماشيين عليه وان النمط هذا ما راح يغيره، النمط عاجمه، فنبي نعرف النمط مالك. والله النمط 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 هو قاعد يقول كلمات قويه ترى من الساعه، انا قاعد احاول اصحح لي. لا النمط عجبنا احنا، ما يعني شغلنا اللي احنا كلنا عجبنا النمط يعني. الشيء اللي ماشيين على حين يعني الحمد لله وصلنا، ويعني جابنا يعني عرفت شلون، وان شاء الله مستمرين فيه. واذا قلت لك بندش تلفزيون ولا بندش سوالف هذه لازم نقي صح، ما ودنا نطلع من الشيء اللي احنا قاعد نسويه الحين. جميل. وبالنسبه حقك عباس مستمرين بالتلفزيون؟ النمط والله طبعا اذا الشيء يناسب الجروب كله والكل مرتاح فيه ما في اي مشكله. ما تلقيت عروض لحد الحين؟ جاتنا عروض بس ما كانت حسب المطلوب ولا لا الحين قيد الدراسه لحد الحين؟ ايوه قيد الدراسه. لا اليوم بدا يوسف عليك حضرتك قيد الدراسه يعني ممكن تكون خلال شهر قيد الدراسه وخلال 10 سنوات ممكن باكر، فقيد الدراسه هذه متى راح تكون يعني؟ كوقت يعني تلقينا عروض اوكي، بس انك للحين قاعد نفكر قاعد نشوف شنو نقدر نسوي شنو ما نقدر نسوي، ما نمدش كذي ويطيح سوقنا، عرفت مثل ما يقولون. نبي للحين نظل الناس تحبنا ونبدع في شغلنا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك حبيبي. الوقت مر، دائما انا اقول حق ضيوفي يمر مثل هب النسيم، سريع جدا الامانه مر علينا. كل الشكر لكم يوسف محمد وعبد الرحمن وكذلك عباس المسوي، يعطيكم الف عافيه. اي نقطه صغيره بس تفضل. حبيت اقول حق الشباب اللي موجودين ويانا، عبد العزيز اسد، ناصر العلوي، نواف العلوي، وفواز العلوي، يعطيكم الف عافيه، ما قصروا. مو موجودين ويانا اليوم زين، بس لهم ترى اداء جدا قوي. اكيد قاعدين نشوف احنا اداهم الامانه من خلال الفيديوهات، وحتى يعني الاستاذ محمد المعتوق زين هم يعني ما شاء الله ما قصر ويانا بولا شيء، قاعد يعطينا تعليمات، يمكن هو وراء الكواليس قاعد يشوف شغلنا، قاعد يشرف علينا على قولتهم من بعيد لبعيد زين، بس يعطيه الف عافيه. وما ننسى بعد بدر الصقر
حبيبي قوى الله صراحه. طبعا احنا نحييهم كذلك كل طاقم عملكم اللي معاكم، كل الاستاف اللي معاكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم منجمين اكثر التنجيم هذا ان شاء الله باذن الله. وننطر عاد ام رازقي حاضرين سبتمبر. نبي مقطع كذي منها بسرعه قبل لا نختم. ام رازقي خلي خبيث احوال الشموخ يا لعبه اخوي. كل شكر لكم مشاهدينا، كذا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. ان شاء الله نشوفكم باكر في حلقه جديده، موضوع جديد. مع السلامه.